هذه كرة عالية من جديد وكرة في المرمى. أخيرا جاء الهدف، أخيرا جاء الهدف، ومن ركنية ومن دوسين على ما يبدو. كاليري يسجل، كاليري يسجل في الدقيقة 100، الدقيقة 100 تحمل هدف التقدم في هذه المباراة اللي بالفعل يعني انتظرنا 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 وذهبنا إلى الإضافي ولم يأتي الهدف حتى فعلها دوسينا، حتى فعلها ألبرتو دوسينا. ها ويرتقي دوسينا، مش أول رأسية من ركنية، ليست هي الرأسية الأولى من ركنية، وهذه المرة بيلياتشيلي. هذه عالية ورأسية، يا 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 يا، هيا بنا إلى ركلات الترجيح، هيا بنا إلى الركلات الترجيحية. باليرمو في الدقيقة 121 يتعادل 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 بهذه الرأسية. عن طريق مين؟ عن طريق إدواردو سوليري. إدواردو سوليري يسجل التعادل. مباراة خلاص، مباراة خلاص يا رانييري، ماذا فعل فريقك؟ مش معقول، مش معقول. دقيقة، هذا الفتى إدواردو سوليري الذي سجل هدف الرأسية. يا 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 الهدف الثالث. كاليري يسجل، كاليري يسجل في الدقيقة 123. مباراة مجنونة 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 مجنونة. لا 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 لا، هذا مش طبيعي، هذا مش طبيعي ابدا. الهدف الثالث، الهدف الثاني، هدف ثالث في المباراه، هدف ثاني لكاليري عن طريق اللاعب ديباردو ديباردو ديباردو. يا لا 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 لا.